لماذا خلقك الله؟ هل حدث أن مرة من المرات بينك وبين الله تجلس وتسأل الله ليش خلقني؟ بالصدفة يعني أبوي تزوج أمي وناموا مع بعض أنا صريت؟ لا، ما طعن شيء صدفة، خلقت بإرادة خاصة من رب العالمين، بإرادة خاصة الله خلقك، الله خلقك لهدف. الحكيم ما يعمل شيء بلا معنى له، حتما كل عمل من عنده في حكمة، فكيف برب الحكمة، بخالق الحكمة، برب السماوات والأرض؟ إذا لم نستخدم أنفسنا فيما وضعنا له خسرنا الدنيا والآخرة. حتى لو استخدمنا أنفسنا في مكان معين، والله أنا بنيت 20 بناية، زين بنيت بنايات، أنا بنيت نفسي لو ما بنيت نفسي؟ بناية ارتفعت، نفسي نزلت لو صعدت. أول ما راحوا للقمر كانوا 3 أشخاص، واحد بقي في السفينة الأم، واثنين نزلوا داخل القمر، واحد من عندهم اسمه أرمسترونغ. هذا يوم اللي خطأ على تراب القمر قال هذه خطوة صغيرة للإنسان وقفزة عظيمة للبشرية. من القع يرمون فرد واحد بكبسولة وبعد مدة يوصل للقمر وينزل يمشي على القمر. هذا الرجل قفز له القفزة وصارت له فرد سمعة عجيبة عالمية تاريخية. لكن يوم اللي رجع للقاع طلق مرته وعاف أولاده وخسر زوجته وخسر أولاده، شنو قيمة أن الإنسان يغزو القمر ويفشل في غزو قلب زوجته؟ شنو قيمته؟ ما له قيمة. قيمة الإنسان بالمعنويات، وإلا أجسامنا مو أقوى من أجسام الحيوانات؟ أقوى من أجسام الحيوانات؟ أنا أثقل من الفيل، أنت أطول من الزرافة، أكو أحد أجمل من الطاووس، أكو إنسان يقدر يركض مثل النمر؟ لا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، محدودين، أجسامنا محدودة مهما صارت قوية تبقى محدودة. لكن في جانب المعنويات لا، روح تسلق، تعرج، تصعد فوق كل ذي علم عليم، في مجال، في مجال تصير بالشجاعة أشجع وأشجع وأشجع، في العلم أعلم وأعلم وأعلم، في التقوى أتقى وأتقى وأتقى، في التواضع أكثر وأكثر وأكثر تواضعا، مجال مفتوح أمامك. لكن هذه أجسامنا لا، طفل صغير يكبر يكبر إلى مقدار معين يوقف، بعدين يبدأ الانحدار. أن نضع أنفسنا فيما وضعنا له، وأن نسأل الله يا رب لما خلقتنا؟ يقول خلقت الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلي. استخدم نفسك فيما وضعت له. أنا هذا المثال أضربه لبعض الأخوة. أيام كنت في البحرين كان عندنا جار، هذا الجار كانت عنده سيارة مرسيدس بنز. خلال 10 سنوات اللي كان جارنا وأنا جاره ولا مرة شفته يتنقل في هذه السيارة مع عائلته بنفسه، ما شفته أبدا. كان يروح للشغل بالباص ويرجع، وبعدين العصر يطلع السيارة من الجراج، يعني بمقدار خطوتين طلع السيارة شوية ينظفها، يخليه كرسي يقعد على الكرسي يطالع السيارة ساعتين، مرة ثانية يرجعها بالجراج. 10 سنوات مسكين السيارة كانت في خدمته، لكن هو صار في خدمة السيارة. شنو قيمة السيارة؟ شنو قيمة السيارة؟ إما يروح مشي للشغل وعائلته مسكينة كان لازم تروح وتجي للسوق برجولها وعنده سيارة مرسيدس بنز، شنو قيمتها؟ إذا فد واحد نمى أمواله صار ملياردير، أمواله زادت، هو شنو؟ هو خسر. بنايات ارتفعت لكن هو شنو؟ ولا ترفعني في الناس درجة إلا وحطتني عند نفسي بقدرها. صرت وزير بعد القعمة تشيلك على شنو؟
ليش مضيع نفسه؟ صرت شرطي بعد ما حد يقدر يسلم عليك يا ابو شنو صاير مثلا. اقول كل ما ارتفعت في الناس لازم تواضعك يزداد بنفس النسبة. يعني اذا صرت رئيس الوزراء لازم تصير متواضع اكثر من هذا البطال، اكثر من هذا العطار، اكثر من هذا اللي ما عنده كل شغل عمل. ولا ترفعني في الناس درجة الا وحطتني عند نفسي بقدرها. زين، ان نكون في خدمة الله، في خدمة تلك المثل والقيم والمبادئ التي جاء بها الانبياء. الامر الثاني بالنسبة الى طلاب العلوم الدينية بالذات، شوفوا لا يصح الا الصحيح. واحد يمكن يجي يدعي يقول انا اعلم العلماء، صدق هو اعلم العلماء يقول لا، اذا كذب لا يصح الا الصحيح. يومين الناس ينخدعون بي لكن بعدين اكتشفوا. اذا جاء احد وقال انا نبي ارسلني الله، فاليها ينفضها لان مو نبي. اذا واحد جاب له بذر صناعي وخلاه بالارض ويومية هم يسقيها، هذا البذر مو طبيعي مو حقيقي كذابي، هم يصير شجرة؟ ما يصير شجرة. لا يصح الا الصحيح. العلم يقول اعطني كلك اعطك بعضي. لازم يصيرون علماء حقيقيين. الدراسة قضية جدية، دراسة معمقة متواصلة. اطلب العلم من المهدي الى اللحم. شلون الطفل يتعلم وهو في المهد؟ هاي الرواية متوجهة الى منه؟ الى الطفل ما يفتهم شيء، الى الميت ما يسمع، انك لا تسمع الموتى. شلون الرواية تقول اطلب العلم اذا كانت واردة؟ اطلب العلم من المهدي الى اللحم. يعني يقول يا ابو انت بهاي الحياة كلها لازم تتعلم. لنقول انا وصلت، متى وصل نهاية؟ متى وصل لها في الجانب العلمي؟ ادرس وعلم ابنك من يوم اللي بالمهد. الان في كتب للشهر الاول للطفل. شلون الطفل يقرأ كتاب؟ لا، كتاب بيه صور، الكتاب بيه الوان، يقولون يا ابو يا ام تعالوا اخذوا هذا الكتاب على كاروك الطفل، خلي طالع هاي الالوان المعينة توحي اليه بنفسية طيبة يرتاح الها. ويوم اللي انت تقرأ يفتهم. ليش ما يفتهم؟ الطفل في بطن امه تقرأ قرآن ويفتهم، يعني يحفظ هاي الكلمات. لذلك اذا الام كانت في فترة الحمل ممن تقرأ القرآن الكريم ولا تعطي صدرها لطفلها الا على وضوء، هذا الطفل اطمئن سيخرج ربانيا وعليه صبغة الله عز وجل. ليش احنا نسمي اللغة لغة الام؟ في كل اللغات يسموه لغة الام، بالانجليزي mother tongue يعني لسان الام. ليش مو لسان الابو؟ الابو والام اثنينهم يحشونه يا الطفل. لا، الطفل ده يسمع امه وهو في الرحم، ده يسمع امه. اطلب العلم من المهد وإلى اللحد. احنا ما نسوي تلقين للميت، اسمع افهم يا عبد الله ابن عبد الله، اذا جاءك الملكان المقربان وسألاك عن ربك فجاوب الله ولا تخف وقل الله تبارك وتعالى ربي. بنعلمه اطلب العلم. أمة بدأ كتابها بكلمة اقرأ، وكتابها اسمه مصدر القراءة القرآن. قرأ يقرأ قراءة وقرآنا. لكن أمة اقرأ مع الأسف لا تقرأ، ما عندنا شغل بالكتاب، بكل شيء عندنا شغل إلا الكتاب. تدرون احنا ايش قد نقرأ كتب؟ انا ما ادري هل هنالك احصائية هنا او لا، لكن دولة اسلامية عدد نفوسها 75 مليون نسمة، مقدار اللي الناس يقرون من الكتب بالسنة سطر ونص. واللي يقرون الأميين ما عندنا شغل فيها، سطر ونص بالسنة 360 يوم سطر ونص. هاي أمة ما تفلح، هذه ما تنجح. لا